إن شاء الله. أخيرا الجمهور في دولة المغرب الشقيقة، الجمهور الخاص بعبد الرزاق حمد الله لحب حمد الله في السعودية في العالم العربي، كان سعيد بالتصريح السيد وليد الرقراقي عن دعوته والسماح وفرصة حمد الله موجودة في كأس العالم. أنت هذا التصريح الإيجابي كيف انعكس عليك؟ ما سمعت التصريح، اسمح لي، ما سمعت التصريح. ما شفته أبدا في وكالات الأخبار؟ لا لا لا، أي تصريح إيش قال؟ ما قال إنه أبواب المنتخب مفتوحة لحمد الله؟ وأبواب المنتخب مفتوحة لأي لاعب مغربي مش حمد الله فقط. يعطيك العافية، شكرا.